فالشعب المصري نزل وتحدى الإرهاب وتحدى أعداء مصر في منصات قطر ومنصات تركيا وكل الخونة والعملاء اللي بيلعبوا ضد مصر. شعب مصر العظيم تحداهم ونزل قال نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي. بيقولوا ما كانش فيه منافسة كبيرة، لا كان فيه منافسة كبيرة، لأن المنافسة كانت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء مصر. أنا نزلت أقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى لو اديت المرشح أو حد راح يدي المرشح الآخر وماله، برضه بيقول نعم لمصر. والمرشح الآخر له كل الاحترام، واللجنة العليا والهيئة الوطنية للانتخابات شكرته النهاردة، لكن الحضور كان أكبر من النسبة العالمية في الحضور يا فندم. إحنا نزلنا 41.5%، فنزلنا عشان نقول لا لأعداء مصر، عشان نقول نعم للدولة المصرية وللحفاظ عليها. شعب مصر العظيم اللي واجه كل المؤامرات، المؤامرات يا فندم اللي حرقوا سوريا وحرقوا ليبيا وحرقوا العراق وحرقوا كل اليمن، مؤامراتهم اتكسرت عند صخرة مصر القوية العظيمة، لأن القائد مصر وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر إيد واحدة. وحدتنا الوطنية العظيمة، المسجد والكنيسة متلاحمين معا، قداسة الأنبا تواضروس الوطني العظيم المحترم بابا، اللي أنا بقول عليه بابا كل مصر، وأيضا فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الموقر، قامتنا الدينية العظيمة اللي بنتلقى منهم كل يوم دروسا في الوحدة الوطنية والحفاظ على هذا الوطن، هذا الشعب العظيم الأبر العالم. إحنا وكالة أبا الشيخ الفندق بنبص كل الرسائل اللي جاية من دول العالم برقيات التهنئة، وهي بتهني الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفوتها ابدا، الا وان تهني شعب مصر ايضا وتثني على عظمه هذا الشعب ووجوده والتحامه ونزوله بكثافه من اجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن ووحدته، وحرص الشعب على استكمال مسيره البناء، حرصنا على القضاء على الارهاب نهائيا، ودي اولويه اولى.